أهم تحدي حضرتك واجهته في حياتك كان إيه؟ اهم لا هم تحديين الحقيقه 96 ده. بعد ما خلصت الزياره احد الوزراء المهمين جدا ساعتها، وانا حذرته قلت يا سياده الرئيس ارجوك بلاش ابقى اقول لك بيني وبينك تعليقاتي، هو قال لي محمد هديك 100,000 متر في الصعيد واقول لك روح اعمل لي مصنع غسالات وافتح لك البنك خد فلوس ابني المصنع. قلت له مش هيحصل ومش موافق وهروح السجن في النهايه لان المصنع هيخسر. في يا فندم حاجه اسمها مقومات اختيار موقع المشروع، المشروع ده مقوماته عشان يبقى ناجح يتحط في الحته الفلانيه، وانت رئيس مصر كلها حط المصنع اللي يتحط في مكان ينجح اقتصاديا ويحقق الهدف منه مش يقفل بعد سنه. قال لي اديني اشرح لي. قلت له هنعمل مصنع بوتاجاز زي ما سيادتك بتقول، انا خاماتي بتيجي من اوروبا والتصدير وبيعي القاهره والدلتا واسكندريه 80% منه والصعيد 20%، تكلفه نقل الخامات للصعيد تكلفه نقل المنتج التام الصنع خدت ارباحي واخسر، فيبقى نعمله في فين؟ في المنطقه يا الاسواق المستهدفه يا مثلا قرب الماده الخام لو كانت نقلها غالي طيب احنا الصناعه. عايزين نعرف بقى بشكل مباشر أزمة جي ام سي طيب بدأت ازاي وحضرتك حليتها ازاي؟ ارجع الاول حته بقى الراجل الطلياني اللي قلت حضرتك عليه، بقول له احنا عايزين نعمق التصنيع المحلي بتاعنا، انت بتديني اعمل الاوتر بودي بتاع السخان القاع والدوم بتاع السخان واعمل العزل والانر تانك بتبيعه لي كامل عندك. قال لي بص يا محمد يا جنيدي هدي لك حاجه، انا لا يمكن شو بقى حدي عامل مصري فرصه ان يشتغل لعمليه اقدر اديها لعامل طلياني وهخترق السوق المصري باقل عدد عمليات تسمح لي ان اخش السوق المصري، مش هشغل عامل مصري على حساب عامل طلاب. قلت له وانا بوعدك، كان الكلام ده 85، ان انا اي فرصه هلاقيها عشان انت اديها لعامل مصري على حساب عامل طلياني انا هعملها في مصر. رحت نازل جامع مهندسيني قلت له ما نبقاش رجاله، ان ما عملنا الانر تانك سخان الجسم الداخلي للسخان في مصر. قعدنا 3 سنين فيه، بس الصناعه مش اي حاجه كده زي اللي كانت بتتعمل، معلش هم بس اتطوروا ليه دايما اخيرا. اللي بيموتوا مخنوقين واخد بيموتوا من الراحه السخان؟ الغاز، انا بتكلم على الكهرباء والغاز برضو في مشاكل لان هو برضو مفيش نسبه تصنيع ومفيش، لكن لو انت فكرتي شوفي السخان زمان اللي كان بتعمله المصانع الحربيه اللي هو كان فاليانت اللي ما كان كانش فيه بالشعلة. مشاكل، ما كانش فيه مشاكل. دلوقتي بيستوردوا خامات من الصين مصانع درجه تانية وكده لان المواصفات للاسف الشديد مش مظبوطه. المهم وفي النهاية نزلت عملنا التانك في سنتين وعملت أول سخان مصري حقيقي في مصر، وبعدين دخلت على الغسالة وفوجئت الغسالة قصة تانية خالص. بعد ما عملت مكون الغسالة وعملتها بإنتاج بتاع مصري لقيت إن في ده كل جزء له النو هاو بتاعه رخم، والغسالة 178 جزء، وعايز أقول لحضرتك إنها فيها 40 نوع مسمار في الغسالة عشان تطلعي كل مسمار ده النوعية بتاعته ايه، الخامات اللي داخلة فيه ايه. فكانت قصة كبيرة ملحمة عملناها والحمد لله نجحنا، ونزلنا سنة 93 أول غسالة مصرية بتكنولوجي مصري باسم مصري، والحمد لله أنا رضيت على اللي أنا عملته. 96 معركة تكسير استثمارات محمد جنيدي، أنا كنت بعمل مشروع كان هيجيب لي مصر مش أقل من 5 6 مليار دولار في السنة.